الله الرحمن الرحيم. محمد يوسف، مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية. النهاردة الخميس، امتحان مادة الدراسات للشهادة الإعدادية. فوجئنا اليوم النهاردة أحد العاملين بالمدرسة بيتصل عليا وبلغني إن وجود عربية بجوار سور المدرسة الشرقي، شك فيها، إن بقى موجود فيها بعض المفرقعات أو المواد المتفجرة. تم التحرك فورا وأبلغت الشرطة وأبلغنا سيد مدير الأمن اللواء ناصر العبد، اللي تحركوا على الفور بسرعة البرق إلى مكان العربية السيارة اللي كان بها بعض المتفجرات. الحقيقة التحرك السريع ده أدى لاحتواء الموقف بسرعة وأدى إلى التعامل معها وإبطال ما أي حاجة موجودة بيها. بالنسبة للطلاب ما حسوش بأي حاجة خالص. الامتحان تم، كان امتحان مادة الدراسات وخد معاده الطبيعي ووقته الطبيعي المحدد ليه، وأشرفت بنفسي على خروج الطلاب آمنين سالمين من اللجنة، والامتحان تم بسلامة الله ولم يشعر أي أحد من الطلاب بأي حاجة خارجة، وإن كله تم بصورة طيبة، وإن أولادنا الطلاب ما حصلوش بأي نوع من الذعر أي حاجة. وأنا بطمن أولياء الأمور وبطمن أبنائنا الطلاب إن إحنا الشرطة قبلينا والجيش عيون ساهرة على أمان وسلامة أبنائنا. ما تخافوش وما تقلقوش، البلد آمنة ومطمئنة، وأي حد بيحاول إنه يزعزع أمن واستقرار البلد أعتقد ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء بيخيب أماله. ربنا معانا وهينصرنا، وإن شاء الله أي واحد إرهابي غاشم قذر ما بيبصش إلى أبنائنا الطلاب، بيبصش لأولاد شباب أبرياء ويحاول إنه يزعرهم أو يسبب أي نوع من القلق بالنسبة لهم، أعتقد إن حسابه عند ربنا عسير جدا، وأعتقد إن بلدنا هتعدي وهتعدي بسلام وأمان، لأن عندنا قائد عظيم اسمه القائد عبد الفتاح السيسي، وده قائد بطل وإحنا معاه ومكملين معاه وبندعمه، وأعتقد إن الشعب المصري كله بيلتف حوالين القائد البطل عبد الفتاح السيسي اللي هو الحقيقة أنقذ مصر من خراب الإخوان.